والله هذا اللي نداد من الرئيس. صح يا مصر، 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 صح يا مصر. هات العروس يا عروس. بسم الله ما شاء الله. عروس يا فندم. عروس بلد يا فندم. عيدي. مع ست بس بعد اذنك. ثانية عايز لك سنة الباشا ده أمنية حياة والله. ربنا يحفظك يا باشا. لا انا اصطف على ستك ايه؟ تعال يا رب يا رب احفظك يا فندم. بالراحه بالراحه. خلاص يا محمد خلاص يا محمد بعد ما نزلت اليوم معلش ركز خلاص يا محمد يلا يا محمد يلا شكرين إذن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن غادر موقع المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكي وقد التف منذ قليل حوله عدد كبير من العاملين في هذا المشروع لكي يلتقطوا مع سيادته الصور التذكارية. مشروع الاستزراع السمكي يقع شرق قناة السويس وتم البدء فيه في 8 من شهر يونيو من عام 2015 ومساحته تبلغ 7500 فدان به 4000 حوض انواع مختلفه من الاسماك. نستمع. طلع يا ابني على طول بسرعه شويه. خد الطراط يا محمد. ما هو اصلا مفيش ميه مش هتبقى. اه ده يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يلا ده بيتكلم كده. ثاني ده بيتكلم
الله يا فندم. الله يا فندم. رفع عشان طلع الصوت ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله. شكري فرحتنا يا فندم. شكري فرحت النهارده يا فندم.
فوكس فوكس لو سمحت. فوكس من فضلك يلا. بالراحة بالراحة. ايش لو سمحت لو تشبك حافظ على السمك اللي عندك لو سمحت. حافظ على ده. طلع ده. ارفع حسين ارفع حسين ارفع الشبكة. كيلا كيلا فندم. يلا فوق الثانية. عادي يا فين عادي يا فين عادي يا فين. فوق الثانية كمان. شيل بالأرض يا ابني. هات فوق الثانية. شيل بالأرض يا ابني. فوق ورا ايه؟ ناول بوكس ناول بوكس ناول بوكس. يلا انا عاوز بقى اشوف السمك اللي في الحتة تحت. ممكن اشوف السمك اللي تحت اربع كده. هات اخر شبكه من ورا. شد كان الشبكه من ورا. شد جامد بقى شد جامد. خلاص اللي تعبان ارمها في الميه. ان شاء الله تقتله بقى عشان الميه عشان ما يموتش. السمك اللي رايح السمك اللي رايح بصلاح يا عربي. فوق يا ابني سهل. طلع دي يا محمود عبده. طلع دي طلع دي كده خالص. ان شاء الله.
ما تنزلش مرة تانية. تنزلهاش المايه تاني عشان بتاكل سمك، اوعى تنزلها المايه تاني.
اجمالي الاحواض 306 هيتزرع منهم دول طبوري وطبارة وبولت احمر في نفس الحوض 21 و 170 جمبري، بالاضافه الى ال 430 اللي 340 قبل كده. بالنسبه لحوض ترسيب 22 اللي احنا فيه دلوقتي حضرتك ده في 1358 حوض، ان شاء الله هيبقى منهم بدأنا فيهم 120 حوض دنيس وأروس و1000 حوض لوط زي اللي حضرتك شفته. ده هيبقى ان شاء الله لأن ده تكلفته اقل شويه وبيتحمل الامراض والمعاش بتاعتنا. والباقي 238 حوض بوري وطباره وسهليه وبلطي. الحوض الترسيب 23 اللي هو بعد كده، حوض 22 سبتك امتد 6 كيلو ونص، حوض 23 بتمتد حوالي 5 كيلو ونص. هيبقى في 100272 حوض مخصصه بالكامل البوري والطباره وبولت، تاخد ميه من مصرف الفرامه ميه عذبه حضرتك الملاحه بتاعتها كده. الاحواض المخصصه دنيس والقاروص واللوت والجمبري، يعني السمك البحر اللي هو الغالي هتبقى تمثل 41.5% من اجمالي المزرعه. والاحواض المخصصه البوري والطباره والسهليه بنسبه 58.5%. نسقنا مع هيئه الثروه السمكيه في مدينه عروضنا ان شاء الله في ابريل 4 مليون زرقات بولت احمر بتحمل الاعاشه والميه الحاره المالحه. تمام يا فندم. اتفضل اتفضل الشباب خش اتفضل 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 مع بعض ليكم مع بعض مع بعض. حاله رضا عاليه جدا من الموجوده وبعتين لي سته تحيه خاصه وسلامه. انا عشان اقول لهم ان انا قلت ابقى لازم اكون امين ان انا بلغت لسياده الرئيس. شكرا يا فندم على السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم.